ينضم إلينا من سبها أحد أعيان المدينة محمد أديب. سيد محمد في البداية أهلا بك. يا مرحبا مساءك. نعم يعني سيد محمد لو تطلعنا على آخر الأوضاع في المدينة خصوصا بعد هذه الاشتباكات التي راح ضحيتها قتلى وأيضا حتى جرحى. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الأحداث اللي حصلت هذه أولا هي مشاكل من قبل أخوتنا السبو، ممكن تعرضوا إلى إطلاق نار والله كيف في مطعم مش عارف إنهم مش عارفين من هويته، وحاولوا إن يأججوهم، يحاولوا من قبل إنهم يأججوا أي شيء شر اللواء السادس، بس يعني يطلعوا من المقر اللي موجود فيه كالقلعة. والسبق أن في معاهدة بين أولاد سليمان وسبو لما جاءت القوة الثالثة إلى سبها وأمنت سبها أن تمسحب القوات اللي موجودة اللي محسوبة على أولاد سليمان من المناطق العسكرية، وتمسحب القوات اللي تابعة لقوة السبو من المناطق الحدود الإدارية لمنطقة سبها. انسحبت القوات اللي تبع أولاد سليمان محسوبة على أولاد سليمان، ولكن الطرف الآخر لم يقوم بتنفيذ أي اتفاق، وممكن قام بعدة محاولات حتى اعتداء على القوة الثالثة، ممكن خطف مجموعة منها في يوم من الأيام وفك أسلحتها من كلية الزراعة وهذا كله ما ناتج عن ان ما عندهم عهد ولا عندهم كلمه في مواعيدهم السبو في معاهداتهم مع سواء الجهه سواء الدوله او القبيله. طيب يعني سيد محمد، يعني حكماء ومشايخ مدينه سبها يستنكرون تدخل عناصر اجنبيه حسب قولهم، من هي هذه العناصر وايضا يعني كيف تم استغلال الوضع كما قال الحكماء في بيانهم في ظل انشغال الليبيين، وايضا الاسباب الحقيقيه وراء هذه الاشتباكات المتكرره حتى بعد معاهدات الصلح بين الطرفين؟ العناصر الاجنبيه طبعا هم من اخوه التبو الموجودين في تشاد وفي النيجر وفي السودان، كله يعني بلاد بدون دولة بدون حكومة مفتوحة، وحاولوا انهم يديروا فيها دولة في المنطقة الجنوبية، كلها جات انها تستفيد من الوضع الامني الهش او ما هوش موجود نهائيا في المنطقة الجنوبية. والوحيدة القوة اللي هي اللي كانت ضد الاشياء هذه اللي هي اللواء السادس، نعم، هو القوة الوحيدة اللي كانت تواجه فيها الأشياء هذه. وفي تخاذل من بعض أهالي سبها، وتخاذلهم هذا مقصوبين عليه، يعني نتيجة أن أموالهم وأرزاقهم في حدود اللي موجودين فيها قوة التبو، يعني أي واحد يعني يظهر على الشاشة أو يتكلم أو يدافع عن المنطقة يحرقوا له أرزاقه يعني يقبضوا عليه في خلال مشي، يعني يتفقد مزرعته والله مشروعه والله اللي هو موجود عنده. هذا يقودنا سيد محمد إلى التساؤل عن الحلول المطروحة الآن، إن كانت هنالك ربما الحديث عن قوى محايدة قد تتمكن من تأمين المنطقة، هل تواصلتم مع الحكومات إن كانت في الشرق أو في الغرب؟ هل من حلول مطروحة أو تواصل مع السلطات المسؤولة؟ والله هو شيء واضح، ما هوش مخفي لا على الشرق ولا على الغرب. نعم. إذا كان في دولة ما واضح قدامها، هي المفروض أن تطلع الدولة اللي صحيح يهمها ليبيا ويهمهم الجنوب، تطلع هي وتتكلم وتجهز قواتها وتجي تحمي المنطقة الجنوبية، ما عندناش مشكلة احنا فيها. لكن وين هي؟ وين الدولة؟ هم قاعدين يتصارعوا على الكرسي كلهم، ما فيش حد يعني تهم الدولة، يهمهم مصالحهم كلها. هذا اللي رأينا احنا سواء في الشرق أو في الغرب. نعم. طيب إذا ما تحدثنا في هذا النهاية. نعم.
إذا ما تحدثنا عن المجلس الرئاسي وهو السلطة المعترف بها دوليا ومنطقة الجنوب تعتبر مهمة وخصوصا سبها بالنسبة لليبيا، برأيك ما الحلول التي يمكن أن يقوم بها المجلس الرئاسي؟ هل من تواصل مع المجلس الرئاسي تحديدا؟ هل من ردود حتى عليكم من قبل المجلس الرئاسي بخصوص الأوضاع في مدينة سبها؟ والله شو نقول لك، من ناحيتي انا ما عندي تواصل بالمجلس الرئاسي ولا ب الوزارات نتاعها. انا مواطن من اعيان منطقه سبها. طيب لمن توجهون الرساله؟ لمن توجهون الرساله لاصلاح الوضع في مدينه سبها، لتامين المدينه ويعني ربما تجديد العهد والمعاهده بين القبائل؟ الرساله يا اخوي العزيز نوجهها الى كل ليبي تهم ليبيا ومصلحة ليبيا، إلى كل ليبي سواء في الدولة أو مواطن أو أي شخص، إن الجنوب منتهك وإن الجنوب المنطقة الجنوبية كلها رحلة من بيوتها، حجة من بيوتها إلى الغرب إلى البحر وإلى الشرق، ما فيش حد إلا المجموعات اللي موجودة هذه كلها اللي خاشة من الشارع ومن النيزك موجودة فيها استغلت المنطقة حاليا. نعم. طيب يعني في سؤال أخير سيد محمد، يعني الأوضاع حاليا في المدينة، من الجهة التي تسيطر أو يعني تسيطر على المدينة؟ كذلك مدير مديرية أمن سبها السيد السعدي يقول أن مجموعة مسلحة قامت بالسيطرة على المطار، من يسيطر على المطار الآن؟ إلى أين وصلت الأوضاع؟ هل هنالك جهود للتهدئة؟ والله الجهود رفضتها الطرف الثاني اللي هي مجموعة الكبرى، رفضت الجهود، جت أعيان من الشرق وأعيان من المنطقة الجنوبية من هنا وحاولوا يدخلوا للمنطقة اللي موجودين فيها هم، شو أولادهم وعارضهم، وحاولوا حتى يطلقوا الرصاص فوق رؤوسهم ليش يرجعوا ما حدش يدخل المنطقة اللي هم فيها، لأن خايفين يكشفوا الأسرار اللي موجودة عندهم من مرتزقة ومن تشاديين ومن نيجيريين وغيرهم اللي هم جايين مجندينهم يتعاملوا به. لكنهم ملزمون سيد محمد بتوقيع اتفاق مسبق للصلح، ولماذا الآن يعني نكت هذا العهد ويعني لماذا لا يستقبلون ربما جهود المصالحة من جديد؟ اتفاق مع أعيان السبو الليبيين اللي سمهم مصلحة ليبيا أسقاط مطلوب على أمرهم، غير قادرين انهم يضغطوا على المجموعة المسلحة هذه. فهمت ولا ما يقدروش يديروا أي شيء أظن. نعم. أظن اللي داروا اتفاقية ولا زال على عهدهم ولا زال على اتفاقهم. ولكن القوة اللي موجودة مش مع المجموعات. نعم، وصلت هذه الفكرة، شكرا لانضمامك معنا من مدينة سبها أحد أعيان المدينة السيد محمد أديب، كنت معنا عبر الهاتف.